ناخد الحالات التحكيميه ومعانا طبعا حكمنا الدولي الكبير كابتن وجيه احمد. منور الدنيا يا كابتن وجيه، سهرناك معلش احنا اسفين. اهلا بك يا دكتور ايهاب، اهلا بحضرتك. منور طبعا رئيس لجنه الحكام السابق واحد من الشخصيات الجميله. مفتقدينك يا دكتور والله. كلمنا الكبير والاستاذ احمد القصاص الموسوعه الرياضيه الكبيره، اهلا بكم يا كابتن. مفتقدينك يا كابتن مصر. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. واحد من الناس الجميله هو الدكتور عزب بصراحه. الناس ديت يعني ايه، في علامات في كره القدم في مصر، علامات ما تتسابش يعني. دكتور عزب والكابتن وجيه، طيب يلا احتفظنا للالقاب، كابتن سيد منير وكابتن القلاوي وكابتن الحكام اللي طالعه كلها جديده دي كلها تربيتك انت يا كابتن ونادر وجيه، وانت اللي بتكتشفهم المجموعه اللي معاك يعني. طيب يلا يلا يا جماعه نبدا الحالات التحكيميه. أول حالة يا كابتن معانا يا كابتن وجيه، كهرباء الإسماعيلية والسكة الحديد، حالتين اتنين. يلا طيب. هل الحالة دي تستحق طرد اللاعب الحالتين ورا بعض يا كابتن؟ لا، أجيب الحالة الأولانية بس. هات الحالة الأولانية يا طايل تاني. الرجل وصلت ولا لا؟ ممكن اللاعب بيحاول يرتكب سلوك لعب عنيف والكره والرجل ما بتوصلش، هي ما وصلتش. انا كنت وصلتش. يعني انا شفتها بصراحه النهارده، كملوها لي يعني. بص لي اهيت، كمل يا طايل، ماشي كمل. ما وصلتش. كمل كمل. لا لا كده، لا كمل 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 كمل. لا ما وصلت. كمل 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 اللعبه. مش كمل اللعبه. لا اللعبه ما وصلتش للعب العنيف. ايوه بس شوف بقى اللعبه الثانيه بقى، هو راح قايم زي ما انت شفت عمل كده لعبه تانية دي كمان. ما هو دكتور علاء، هو لو حسب الاولانيه وادى الفاول الاولاني واحتسب البطاقه الانذار، اعتقد ما كانش هيرتكب المخالفه الثانيه. انما هو المشكله في عدم احتساب القرار الاولاني. القرار الاولاني الموجود كان يجب على الحكم ان يحتسب ركله حره مباشره مع انذار للتهور من لاعب ما اعرفش اللونين طيب. من السكه الحديد وكهرباء الاسماعيليه للسكه حديد. تمام. طيب الحاله اللي بعدها، اللي بعده دي كانت مطالبه بركله الجزاء برضو من كهرباء الاسماعيليه. او نقرب، ممكن تعمل زوم هي على ايوه هي كابتن، هي جت من رجله لايده، من القدم للايد. ها لا، انا من القدم للايد ما فيهاش مخالفه. من القدم للايد، انا بس حبيت اوضح. من القدم للايد ما فيهاش مخالفه. من القدم للايد تمام، ما فيهاش مخالفه. طيب خالص. خليك معايا يا كابتن وجيه، حطها فاصل دقيقه واحده وارجع اكمل مع حضرتك. اتفضلوا يا جماعه. رجعنا لحضراتكم، معانا خبيرنا التحكيمي كابتن وجيه احمد وبعض الحالات التحكيميه. كابتن وجيه، الحاله اللي جايه في مباراه جمهوريه شبين وكفر بلديه المحله والاولمبي. يلا طيب. يعني يا كابتن هم بيطلبوا بلمس يد. معايا كابتن وجيه؟ اي معاك يا دكتور. يا كابتن معاك. كمل كمل اللعبه بقى. كمل كمل كمل. ركله جزاء. ركله جزاء. ركله جزاء. لان ايده خرجت طبعاً عن اطار حيز الجسم. تمام. ركله جزاء. اللي بعدها جمهوريه شبين وكفر الشيخ. اهي يا كابتن جمهوريه شبين. اهي يا كابتن، بيقول ارتطمت بايده رقم 20 يا كابتن. اللعبه انا عارف، بس اللعبه مش واضحه تاني. طيب ممكن نعمل عليها زوم شويه؟ طب نجيبها تاني يا جماعه برضه، نجيبها تاني. اهي يا كابتن، بص عامل لك زوم عليها اهي. تمام يا كابتن. انا عارف بس جيب اللعبه بس. ممكن تكون وضع الايد دلوقتي، انما عايز اثناء اللعبه. عاوز بقى وضع الايد اثناء اللعبه يا طايل. حرك اللعبه تاني. حرك كده هيت. بص يا كابتن هيت، كمل بقى. لا لا ايوه كمل هيت. ايوه الزاويه مش موضحاها قوي. ممكن تبقى جايه من صدره بالوضع ده، ممكن تيجي من صدره لايديه. مش واضحه كده. واضحه. انا شايف ان اللعبه ما فيهاش مخالفه، لان الكوره جايه من 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 الكتف، من الدماغ للكتف للايد. زي الحاله الاولانيه اللي جت في القدم، هي جت في الايد. ما حدش مش مختلفين انها جت في الايد.
احنا ما جت في الايد اهي والزوم عليها وكل حاجه. طب ممكن نجيب اللعبه دي ثاني يا دكتور؟ جيبها ثاني برضو عشان ما نظلمش. قبل الايد قبل الايد عشان ما نظلمش. قبل الايد كمل. قبل الايد اقف هنا. ايوه لا اللعبه انا اللعبه ركله جزاء. وضع الايد اهو اللاعب رقم 20 والراجل اللاعب رقم 20 ايده طالعه من جسمه. رفع ايده ركله جزاء. ايده طالعه من جسمه. كمل كمل. بص ايده طالعه من جسمه. الايد الشمال بتاعت اللاعب رقم 20 طالعه من جسمه. طالعه اللاعب رقم 20 ايده طالعه من جسمه ومنع الكره من دخول المرمى او من الوصول للمرمى. اهي تمام. كمل كمل. اللاعب رقم 24 اهو. كمل كمل. 20 طالعه اهي طالعه من ايده يا كابتن. طالعه. أيوة. ايوه واضحه 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 واضحه. تمام ركله جزاء. تمام. اللي بعدها ديروت والجونه. يلا يا طيب. الاعداد جايبها بالظبط بصراحه. ديروت والجونه ثلاث حالات. دي عاديه. فاول 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 ما تنحسبش. ركله حره. ركله حره مباشره وانذار. وانذار. تمام. اللي بعدها هنا بص في واحد غطى خلاص. بس في واحد مغطي ما تبقاش. ايوه ده هجوم. ده اسمه هجوم واحد. هجوم. مش فرصه محققه. انا معاك في دي. انا معاك في دي. اللي بعده اهيت. ورا جيم. ركله جزاء للاعب الاحمر. ركله جزاء. دفع. دفع اهو. دفع 100% اللاعب رقم 24 اهو في الظهر. ركله جزاء. لا واضحه كابتن علاء. ركله للاعب للاعب الاحمر اهو. الدفع موجود اهو والمخالفه موجوده. وهنا في بطاقه كمان يعني. هي ما اعرفش اتحسبت ولا ما اتحسبتش مش عارف يعني. تمام. لا دي دي ركله جزاء موجوده. هي كده ما اتحسبتش لان الفرقه الحمراء خسرت 1-0. اللي بعده في حاجه يا جماعه. في كره ثانيه هنا. دي ركله جزاء وطرد دي يا كابتن وجيه. ده الجون بيضيع وقت خلاص يا جماعه يعني. هنا 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 الجون كسب 1-0. ده جون. ده ماتش الجونه ده؟ لا ده خلاص. ما هو الجونه كان كسب فيه 1-0 في ديروت. طيب الحاله اللي بعدها زيد والقناه يا جماعه بعد اذنكم. اهي. هي وقفت ما بينهم الاثنين. في ايدهم الاثنين. مخالفه. مفيش مخالفه. تمام. لانها وقفت ما بين الاثنين صح كده؟ استمر اللعب. تمام. اهي تاني. اهي. لا ده خلاص زي الهدف. ماشي. حاسب اللعبة, اللعبة اللعبة طبعا انا عارف ان اللعبة زاوية الكاميرا هي العامل المساعد اللي في الحالة التحكيمية دي. لازم زاوية الكاميرا تبقى عمودية عشان نقدر نحكم على الحالة بشكل دقيق. اعتقد واعتقد في الحالة دي في التصوير ده اللاعب رقم اللاعب اللبني تابي او اقرب. ولكن مش عايز برضه مش هتقدر تحكم لان عايزك تحكم من كل عناصر حاله التسلل. تمركز الحكم المساعد مش باين في الكاميرا. اخر ثاني مدافع موجود ولكن بزاويه منحرفه. الحكم اللاعب اللبني برضه جاي من ورا ولكن بزاويه منحرفه ما تقدرش تحكم عليها لان ما عنديش زاويه عموديه اقدر اقول ان اللاعب ده في موقف تسلل ولا لا. اللي بعدها طيب الجونه والنص للتعديل. هيا يا كابتن. شفتها يا كابتن؟ ضربة جزاء. أنا شايف إن دي في الإيد طالعة من جسمه أهي. طالعة خالص. ركلة جزاء. ركلة جزاء. ركلة جزاء. ما هي الإيد أهي. ركلة جزاء. ركلة جزاء. واضحة طبعًا. والحالة الرمي ركلة الجزاء بتاعت ديروت والجونة كانت لديروت ولم تحتسب. اللي حضرتك قلت عليه. طيب عاوز تقول يا كابتن علي. كابتن وجيه أستأذنك يا كابتن وجيه. اتفضل يا كابتن. في مباراة الأولمبي والمنصورة في اسكندرية. أيوه كابتن. الحكم حسب ضربة جزاء تمام والراية راح تضامنوا مع الحكم مع ضربة جزاء راح على الخط اللاين تمام. بعد كده تنفع تتلغى؟ الا هيلغيها الا اذا تدخل الحكم المساعد البعيد وكان وكان شايف ان في مخالفة ما شافهاش الحكم ولا الحكم المساعد. ما هو تدخل يا كابتن وجيه. لا الحكم المساعد دخل على التنفيذ بتاع ضربة الجزاء. بس يعني بس هو اتقال هو اتقال ان هو راح عشان هو اخطا في ان هو راح لركلة الجزاء وعاوز يقول له ليه مش ركلة جزاء فخطأ اللي هو ما يخشش جوه الملعب. ما يخشش جوه الملعب لان يقف في مكانه ولا ايه يا كابتن؟ تمام تمام. هو ده 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 البروتوكول الصحيح لتنفيذ ركلة الجزاء. انا بحسب ركلة جزاء
هنا الحكم المساعد لو مقتنع بالقرار بروح، لو مش مقتنع بقف مكاني او بمشي ببطء كده بدي الحكم ان انا في حاجه عايز ابلغك بيها. زاويه الرؤيه كانت بتاعه الرايه اكتر من الصفاره. تمام كده تمام. هو بص يا كابتن، اللعبه لازم نتكلم في كدر وحاله تحكيميه عشان نقدر نتكلم فيها، ولكن انا بتكلم كان عندي هنتكلم بقى بالتفصيل عشان وقتنا يا كابتن وجيه. انا بشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي.